لقد أقرت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات مؤخراً عودة طائرة بوينغ 737 ماكس إلى الخدمة. ماذا يعني هذا بالنسبة لفلاي دبي؟ هذا يعني أن فريق الصيانة والهندسة لدينا بخبراته العالية سيخصص آلاف الساعات لأسطولنا المكون من 14 طائرة ماكس للتأكد من أن الطائرة ستحظى بعمليات الفحص والتعديلات المحددة قبل العودة إلى الخدمة. سيتم تنفيذ العمل باتباع المتطلبات الصارمة التي حددتها الشركة المصنعة وهيئتنا التنظيمية، وسيتم ذلك وفقاً لأعلى المعايير العالمية. السلامة هي صميم عملنا. نحن واثقون من التعديلات التي يتم إجراؤها وفي كفاءة فريقنا على إعادة الطائرة بأمان لخدمة المسافرين. ماكس جاهزة مع فلاي دبي.